مساء الخير مجددا لكل متابعينا على كل صفحاتنا على كل بلاتفورمز على السوشيال ميديا الرابعة اف ام. واليوم يعني انا موجود مع نجم محبوب وسيم، الجنس اللطيف بحبه، ولكن هذا لا ينفي بأنه من الممثلين القادرين على تقديم حتى أعقد الأدوار. يزن السيد نجم من نجوم لقائنا لليوم، وبدنا نقول له مساء الخير يا يزن. مساء النور يا حبيبي. أول شيء بدنا نقول لك منورنا اليوم بدبي. شكرا. وبدي أقول لك أنه أصداء مشاركتك بالجزء الثالث من حارة الأبة يعني عامل صدى كتير حلو. إن شاء الله هيك. أنا كتير مبسوط بالشخصية وحابة هيك كتير، يعني عم روح مشتاق لتاني يوم وتالت يوم بالتصوير. حتشوف هيك شخصية جميلة جدا، إن شاء الله هيك الله يكملها معنا. وأنا يعني بين إيدين مخرجة كبيرة ومبدعة مثل رشا شربتجي، يعني حكون بأمان، عم نعمل اللي علينا، إن شاء الله هيك الله يكملها معنا. طيب الدور بعد ما عرفنا دور يعني حنون، دور مشكلجي، شو يعني مشكلة ما فيني صرح، بس يعني حدا هيك حتشوف العمل رايح هيك وهو رايح هيك. طيب إلى جانب حارة الأبة، بعد على رمضان بعد في وقت، عم تقرأ شيء؟ في شيء جديد رمضان؟ خلصت عمل على الحلوة والمرة يلي عم يطلع على الام بي سي 4، أنا حكون بالجزء الثاني فيه إن شاء الله. عم صور عمل ببيروت مع الأستاذ أسامة الحمد، تشكيلة ظريفة بين سوري ولبناني، عاملين تشكيلة حلوة، بيحكي عن الفاشن وما الفاشن. مين الأبطال اللي معك؟ مدام سوزان نجم الدين، يوسف الخال، طوني، باميلا، داليدا خليل، جيني إسبير، دانا جبر، شلة هيك حلو. التوليفة كتير حلوة. دانا جبر أول ما قلت دانا خطر على بالي المصايب. طيب يعني مبدئيا مفروض أنه على الحلو للمرة الجزء الثاني رمضان؟ لا، هنن ماشي سيري 60 حلقة سيري، بس حارة الأبي على الأكيد، واللي عم تصوروه مع ببيروت إن شاء الله. في عنا مشروع مع كلاكيت مع الأستاذ زياد نجار، حيكون من الأعمال المهمة بظن هاي السنة، حيكون كمان إخراج مدام رشا شربتجي، حيكون من أهم الأعمال إن شاء الله هاي السنة. يعني مش رمضان، أنا عم حاول أعرف يزن برمضان رح يكون عملين ولا ثلاثة؟ ما بعرف لسه، في قابل هاي الأعمال تطلع هلأ، عرفت؟ يعني مثل الحلوة وعلى الحلوة والمرة هلأ بلشوا فيه. صحيح. يعني أنا اللي بدي أقول لك إيه، أنه دايما متميز متألق، ودايما أنا بدي حييك على الأدوار اللي بتاخدها، لأنه عن جد عندك تنويع بأدوارك، والأهم من هيك أنه رغم وسامتك، ما دايما بتعتمد على وسامتك، أنت أبضاي مثل ما شفناك بالحرم لك، وبدي أقول لك كل توفيق إن شاء الله يا رب. شو بتحب تقول لكل اللي بيحبوا يسمعوا أخبارك على راديو الرابعة؟ بحبكم كتير، وإن شاء الله هيك حنضل نجتهد ونجتهد لحتى نقدم شيء مميز. شكرا لكم، وشكرا لهالمنبر الجميل تبعكم. تسلم لي يا رب، شكرا لك.